يعطيكم العافية يا شباب. اليوم إن شاء الله بدنا بدنا نحكي في الباب، أرجع لكم على التابل اوف كونتنت. هنا بدنا نحكي على الباب التاسع اللي هو Sequence Processing with Recurrent Neural Networks. أوكي تمام، بدي أذكر لكم إنه في على هذا الباب راح يكون في عندكم assignment على الموديل. الassignment هذا مطلوب منكم إنه أنتم تعملوا generate لنيوز باستخدام الـ neural language model اللي إحنا أخذناها المحاضرة الماضية، واليوم إن شاء الله بدنا ناخذ الـ recurrent language model أو الـ RNLM. أوكي طبعا انه يعني خلينا انه بدي اضيف مطلوب انه انت مطلوب منك تستخدم الكوربوس، هاي اللينك تبعها حدد لك انه انت الكوربوس تمام، وهنا بدك تعمل ايفالويت and compare the two models using PPL اللي هو البربلكسيتي، هنشرحها اليوم تمام. طبعا المطلوب تسليم نوت بوك. You are asked to submit Python نوت بوك و امتداده دوت اي بي انتراكتيف بايثون نوت بوك. هذا الاساينمنت ضروري انه انتم تشتغلوا عليه. اوكي طيب، احنا لغايه الان انه احنا اخذنا in introduction تمام، وبدينا نحكي عن السيمانتيك فيكتور او الفيكتورز اند سيمانتكس تمام، وبعديها انتقلنا للنيورال نتورك. بدينا في النيورال نتورك المحاضره الماضيه وشفنا انه الفيد فورورد نيورال نتورك وايش مفهوم النيورال نتورك وكيف انه بيتم تعليمها، وشفنا انه احنا تطبيقات النيورال نتورك في الناتشورال لانجويج. شفنا المحاضره الماضيه انه هو النيورال لانجويج موديل، يعني حتى هيو في هذا الباب، احنا هيو في الباب التاسع تمام، انه هيو بذكرك فيه انه هذه فيد فورورد نيورال نتورك، انه احنا استخدمناها، جربنا انه احنا نعمل انه ويندو تمام، فبالتالي انه انا بيكون انا عندي الانبوت فيكست 3، ومطلوب انه انا اعمل بريدكشن للكلمه الرابعه. الكلمه الرابعه هي بتكون هيها في الواي، والواي بتكون انه هي عباره عن الفوكابلري تبعي بهذا الشكل. طبعا الطبقات المكونه هي انا في عندي البروجكشن لاير الامبيدنج فيكتور تمام، وبعديها الهيدن لايرز، وبعديها انا عندي الواي. اوكي طيب، الآن الـ sequence processing with recurrent network، إنه أنا بدي أعمل process للـ sequence، والtext هو فعلياً عبارة عن sequence، و recurrent networks أو الشبكات التكرارية، هذا نوع جديد من الشبكات حناخده اليوم تمام. طيب الـ طيب الماشين ليرنينج التقليدي عادة إنه ثواني، في عادة بيكون في مشكلة في الفايل، غير إنه أنا أسكره وأرجع تاني.
تمام. Okay, in contrast to machine learning approach we have studied for sentiment analysis. في sentiment analysis أكيد مر عليكم سابقا في كورسات تانية أنه بنستخدم معها machine learning approach. تمام، إحنا ما أخذنا بعين الاعتبار temporal nature. إيش المقصود بالtemporal nature؟ هذا المصطلح لازم تكونوا familiar معه في natural language processing. هو فعليا برضو مشكلة موجودة. دقيقة، معلش ثواني. اوكي طيب، الان temporal nature مقصود بالtemporal nature إنه أنا يعني يكون في عندي أرتب الكلمات على شكل يعني إنه يعني أدخل فيها التايم، يعني على سبيل المثال إنه السبيش إنه أنا يعني برتب الأصوات إنه أنا عندي على شكل شغلات متسلسلة بهذا الشكل temporal، فبالتالي إنه هاي المقصود بالtemporal. أو ممكن يكون في أنا عندي هنا كلمات، فهذا انه المقصود بالتيمبورال. التيمبورال انه انا بدي ارمز انه انا عندي هنا التايم تي، فبالتالي هذه بدي اعتبرها تي 0 تمام، هذه تي 1، هذه تي 2، هذه تي 3 and so on. اوكي، هذا المقصود بالتيمبورال. الان اللي بحاول انه هو يحكي انه في الماشين ليرنينج انه في اي تكست كلاسيفيكيشن بروبلم احنا اخذناها لغايه الان، انه احنا ما اخذنا التيمبر شور، هذول الكلمات احنا اخذناهم بنسميه الاسلوب هذا اللي هو الباج اوف وورد. طبعا الباج اوف وورد، طبعا عشان بدي احط لك هنا فيرسز عشان انك تكون عارف انه هذا التيمبرال سيكونس غير الباج اوف وورد. الباج اوف وورد انه انت بتاخذ الكلمات وبتتعامل معها انه هي independent بدون اي سياق على الاطلاق، فبتدخلها كفيتشر انه انت بتقول يعني هل الكلمه هذه مذكوره في الدوكيومنت ولا لا، تمام، ايش قبلها ايش بعدها ما بتاخذ بعين الاعتبار. فبالتالي انه لا، احنا في الناتشرال لانجويج نركز temporal nature تبع الانبوت تبعي. تمام، طبعا في لما يكون انا عندي النتورك انه الحجم تبعها فيكست، تمام، بيكون صعب علي انه اتعامل مع عشان انه يعني انه لما يكون انا عندي الطول يعني يعني في مختلف او متنوع من بروبلم لبروبلم او عفوا من انبوت لانبوت، فبالتالي هنا انه ممكن انه الموديل يفشل انه يعمل كابتشر لامبورتنت اسبيكت اوف لانجويج، فعشان هيك بدنا يعني نوع جديد من الشبكات. طيب الان بدنا نيجي للشبكه اللي شبكه الريكرنت نيورال نتورك. بدنا ناخذ الشبكه المبسطه السيمبل ريكرنت نيورال نتورك. شو تعريفها؟ ركز معايا لأنه هذا موضوع أساسي عندنا في Natural Language Processing. الـ Recurrent Neural Network هي عبارة عن Any Network
that contains a cycle within its network connection. ببساطة هي عبارة عن نتورك عادية، ولكن على إيش بتحتوي؟ بتحتوي على cycle. أوكي، رجعنا لنفس البروبلم. ويبدو أنه لما يكون في تعليم أنه هايلايت بالأصفر، ولما يكون في قلم أنه ساعتها أنه يكون في مشكلة، بتبدأ المشكلة هذه. أوكي، أنا مش هستخدم القلم فيما بعد إلا إذا أنا بدي أكتب على الهوامش، فعشان هيك خليني إنه أنا بدي أحمل سيف للدوكيومنت وأسكره وأرجع أفتح تاني. أوكي شباب، الصوت واضح بالنسبة لكم؟ ياس، صحيح يا دكتور. تمام. المشكلة عندك يا محمد، محمد أبو عثر، المشكلة عندك. تمام، شوف حل المشكلة وارجع انضم لنا. أوكي، طيب احنا متفقنا انه انا في عندي هنا سايكل، تمام، فبالتالي انه that is بمعنى انه any network where the value of a unit is directly or indirectly depends on the earlier output as input، معنى ذلك انه انا في عندي recurrency. يعني شو مفهوم الريكرنسي؟ الريكرنسي التكرار، انه الاوتبوت بيعتمد على الاكتيفيشن تبع الهيدن يونت. هذا الكلام انه حيتوضح في الرسمه الان، تمام. While powerful such network are difficult to reason about and to train. هذه نتورك يعني قدراتها كثير عاليه، ولكن انه من الصعب ان احنا نعملها ترين، ومن الصعب ان احنا يعني انه نعملها انه ريزون، يعني انه احنا نفسرها او نشرحها يعني بطريقه ما. أحمد، مش عارف أنا إيش المشكلة عندك. يعني الكل بيحكوا إنه المشكلة، أو الكل يعني بيحكوا إنه الصوت واضح، فبالتالي إنه يعني واضح إنه المشكلة عندك. شو هي؟ أنا مش عارف، يعني حاول إنه أنت إنه تحلها من عندك، يعني تشوف إيش المشكلة في الصوت أو في كذا، أو السماعة الصوت عندك مكتوم، حاول إنه أنت تشوفها إيش هي بالضبط. طب اوكي، however within the general class of recurrent in neural network there are constraint architecture that have proven to be extremely effective when applied to spoken and written languages. باختصار يعني على الرغم من صعوبة تدريب هذا النوع من الشبكات، ولكن انه هي اثبتت جدارتها ولما احنا نطبقها على spoken and written languages. يعني باختصار انه الريكورنت نيورال نتورك مناسبه للـ NLP او الناتشورال لانجويج بروسيسنج، سواء كان هذا الكلام انه as a speech or text. او text. اوكي،
طبعا هي اول ما ظهرت هي ظهرت يعني 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 اسم الشبكه هذه كذلك انه تسمى إلمان نتورك، طبعا ظهرت في التسعينات، او سمبل ريكرنت نيورال نتورك. فبالتالي الإلمان نتورك او الريكرنت نيورال نتورك هي نفس الشيء، يعني اول ما ظهرت في التسعينات، ولكن انه استخدامها يعني ما كان انه على نطاق واسع الا مع 2010 مع ظهور الجي بي يو زي ما ذكرنا سابقا. تمام. طبعا الشكل التالي هو بوضح الاستراكشر تبع السمبل ار ان ان، هي عباره عن اوردينري فيد فورورد نيورال نتورك، ولكن ايش الاختلاف؟ انه انا في عندي ريكرنسي، يعني انه زي ما انت شايف انه هذا عباره عن اوردينري نيورال نتورك، انه انت عندك هذا الانبوت تمام وهذا الاوتبوت، انت عندك هنا في الهيدن يونت انت عندك هنا ريكرنسي اللي هو هذا الخط المقطع زي ما انت شايف. تمام. فالان الريكرنسي وين بتيجي؟ انت بتعمل بريزنت للانبوت تمام، بتضربه في الويت تمام. الان الاتش هي عباره عن نتيجة الاكتيفيشن، انه انت بعد ما انت تضرب الاكس في الدبليو بدخله يعني جوات داله الهيدن نيورون هنا بيطلع لك اكتيفيشن. الان الاكتيفيشن هذا بيطلع لي الواي تمام، وهنا في نفس الوقت بروح برجع مره ثانيه بدخل كانبوت من اول وجديد. دخل كانبوت من اول وجديد معنى ذلك انه انا في عندي انبوت ثاني غير اكس تي، فايش راح يصير؟ راح يعيد يحسب اكتيفيشن كمان مره ويطلع اوتبوت للواي، ويرجع كمان مره يرجع الاوتبوت هذا يدخل كانبوت، بتغير الاكتيفيشن ريكرنسي 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 لغايه لما يصير في عندي هنا استقرار. تمام. او ممكن انه ما يكونش انا في عندي استقرار، يعني بده يصير انا عندي الانبوت، انا عندي هنا محطوط اكس تي، معنى ذلك انه انا بدخل اكس 0 بيطلع لي واي 0 تمام، هذا within certain time اللي هو تي 0 تمام. بدروح بدخل x1 بروح بطلع لي y1. x1 هي عبارة عن ايش؟ هي عبارة عن انه مش input مختلف، لا، انه انا عندي الoutput هذا تمام، رجع دخل مرة تانية وطلع انا عندي تغير حساب الاكتيفيشن، وتغير هنا اعطاني واي واي 0 وهنا واي 1 وهنا واي 2 تمام لغايه الواي تي. فبالتالي انا عندي هنا سيكونس اوف اوتبوت تمام. طيب اوكي، بدنا نشوف الانفرنس في السمبل ريكرنت نيورال نتورك. هذه النتورك اللي انت متخيلها زي هيك، الان يعني بدك تتخيلها بشكل افضل، بدنا نفرطها. ايش معنات نفرطها؟ بدنا نعملها عن رولينج. ف بالتالي انه الريكرنت نيورال نتورك هي عباره عن شغله ايدنتيكال للفيد فورورد نيورال نتورك، ولكن انه بس انه مجرد انه احنا بدنا انه نرتب انه الانبوت بطريقه مختلفه، يعني زي ما هو واضح انا عندي هنا. فبالتالي طلع انا عندي هنا تمام، انا عندي الويت فيكتور او الويت ماتريكس دبليو، هذا الهيدن يونت وهذا الفي، وهي انا عندي الاكتيفيشن تمام. لاحظ انه الريكرنسي كيف احنا مثلنا في الستيب، في البريفيوس ستيب اللي هي اتش تي ماينس 1 تمام، والان الاتش تي ماينس 1 في لها ويت فيكتور، وعشان نميزه عن الدبليو حطينا له يو. فبالتالي وكانه انا عندي الاتش، قاعد ارسم لك اياها هنا، الاتش تي في لها تنبت اللي هو عباره عن الاكس تي بالإضافة ل الH T-1 ببساطة شديدة جدا جدا. ممكن تتخيلها زي هيك عشان إيش يطلع لك؟ عشان يطلع لك ال YT. أوكي.
فبالتالي الريكورنت نيورال نتورك هي ببساطة زي شبكة الفيد فورورد نيورال نتورك، ولكن أنا في عندي 2 إنبوت الXT والHT ماينس 1 زي هيك. طبعا هذا ببساطة إنه يعني تبسيط لإلها إنه إحنا عملنا لها unrolling. طبعا الواي عبارة عن إنه إحنا بنحسب السوفت ماكس للأوتبوت تبعي، هذا زي ما تعودنا سابقا. الHT هي عبارة عن اليو في الH T-1 زائد الW في الX اللي هو عبارة عن حاصل هذا في هذا وحاصل ضرب هذا في هذا. طبعا هدول أنا بدي أعكس لك إياهم هنا، أنت عندك هنا الW وهنا عندك اليو، وإحنا تعودنا دائما أنه الانبوت في الويت زائد الانبوت في الويت، تمام؟ هذا بطلع أنا عندي الHT، والHT بعمل له روح activation، بروح بدخله على دالة الاكتيفيشن هيها، تمام؟ F V H T بطلع أنا عندي الواي تي. فهدول المعادلتين بيلخصوا لك الأمر، تمام؟ هيك بتصور إنه الريكورنت نيورال نتورك إنه هي واضحة. الآن لو بدنا نعمل هذا كالجوريثم، لاحظ إنه هنا مصطلح الانرولينج أنا بدي أعمل لك عليه هايلايت لأنه هو مذكور هنا. وهذا التكست بالمناسبة مطلوب منك. أوكي. تمام. الآن الفانكشن هذه فيد فورورد إنه أنا بدي له الإكس وال نتورك ايش بترجع لي؟ الاوتبوت سيكونس واي. لاحظ ان الاوتبوت عباره عن سيكونس. طبعا انا عندي بعمل انيشلايز للاتش 0 ب 0، بروح بلف على اللينث تبع الاكس، ما هو الاكس برضو عباره عن سيكونس. ايش بدي اسوي؟ احسب الاتش اي والواي اي، وبعديها بعد ما اخلص كل الوايات بدي ارجع الواي، فبالتالي الواي هو عباره عن سيكونس. هاي مفهوم الريكورنسي. فبالتالي انه انت بتطلع y0 y1 y2 y3 بعديها انه بترجع الفاينل اوتبوت زي هيك. طيب الان بعد ما احنا فرضناها زي هيك انه هذه هي عباره عن هاي، كيف ممكن نعمل ترين لهاي النتورك؟ السؤال اللي بدي اطرحه عشان انه اقرب لك الصوره، هل ممكن ان انا استخدم الباك بروبجيشن الجوريثم؟ احنا ايش اخذنا تريننج الجوريثمز لغايه الان؟ اخذنا واحد وحكينا انه هو يعني اشهرهم واكثرهم استخداما اللي هو الباك بروبوجيشن الجوريثم. هل ممكن استخدمه في تدريب الريكورنت نيورال نتورك ولا لا؟ ما بيصلح، بدي الجوريثم جديد. شو رايكم؟ بدنا ايش جديد لانها فيد فورورد. ايش هي الفيد فورورد؟ الريكورنت نتوركس. طب ما دام فيد فورورد معنى ذلك انه الباك بروبجيشن الجوريثم بينفع. صحيح بينفع، لانه حترجع دكتور ترجع من الاول، فممكن مع تعديل الويت ممكن يعني ممكن يكون النتيجه افضل. معنى ذلك انه يعني احنا بعد ما عملنا لها انرولينج وتخيلناها زي هيك صارت انه فيد فورورد نيورال نتورك، بطلت انه ريكورنت انه زي هيك انه انا في عندي كونكشن. هذه الكونكشن بتمثل انا عندي صعوبه في الالجوريثم في الباك بروبوجيشن الجوريثم انه انا كيف بدي اطبقها، لكن بعد ما فرضناها هنا صارت انه زي شبكه فيد فورورد عاديه، تمام؟ هي زي هيك. فبالتالي انا ممكن استخدم في التريننج، ممكن استخدم الباك بروبوجيشن الجوريثم. فبالتالي انه as with feed forward network حنستخدمه في التريننج، راح يكون في عندي loss function عشان احسب الايرور، والباك بروبوجيشن والجريدينت عشان انا اعمل ابديت للويتس. اوكي. فبالتالي لو احنا بدنا نفرض نعمل unrolling للنتورك انه انا عندي هي اتش 0 اتش 1 اتش 2 اتش 3، ففعليا هذه عباره عن فيد فورورد نيورال نتورك. فبالتالي هنا اتش 0
اكس واحد بتطلع لي واي واحد تمام. الان بدي انا ستيب تانية انه انا عندي الستيت تبع اتش واحد هيو برجع انه هذا الريكارنسي زي هيك رجع انه دخل في اتش اثنين تمام. اكس اثنين بتطلع لي واي اثنين واكس ثلاثة بتطلع واي ثلاثة. ف يعني دكتور ممكن احنا نعتبر انها يعني باك يعني باك يعني تري يعني نيورال نتورك، لكن الفكره فيها انه عدد الايتريشن هم عدد الفورورد اللي بصير فيهم تصحيح، الفورورد يعني اللي عدد بيصير عدد الريكارنس. الريكارنسي هو شوف الريكارنسي زي ما حكيت لك انه ممكن انه يضل انت عندك ريكارنسي الى ما لا نهايه، او ممكن يكون انه بعد فتره معينه خلاص بثبت الاوتبوت، وممكن انه انت يكون انه انت بدك ستيب معينه، يعني مثلا بدك مثلا لغايه واي 5 زي هيك، انه انت بتاخذ انه سيكونس انه خمسات خمسات تمام. الان الفكره في موضوع الريكارنسي انه انا بدي اذكر لك اياها هنا، انه هي يعني شغله لازم اذكرها هنا. اوكي خليني اعمل عليها سير. اوكي هي مذكورة هنا، بس انا يبدو ان انا عملت سكيب للتكست. اوكي هيها هنا. اوكي the hidden layer from the previous step provides a form of memory or context، وهذا اللي بدنا اياه. يبقى هنا انه الهيدن لاير شغله بتكافئ الميموري تمام or الكونتكست. وهذا اللي احنا بدنا اياه في الـ NLP، يعني هذه الشغلة مطلوبة في الـ NLP، إنه أنت يكون في عندك context أو memory. يعني على سبيل المثال لازم الموديل يتذكر الكلمة السابقة عشان يقدر يعرف هذه الكلمة شو تعني، شو الدلالة تبعتها، أو شو التاج تبعها، أو شو التصنيف تبعها. مش بس هذه الكلمة، بده يعرف ثلاث كلمات سابقة. من كيف بده يعرفها؟ لازم يكون في عندي ميموري. طب والميموري هذه كيف بدنا نجيبها؟ من خلال الهيدن ستيت. متخيل انت الموضوع كيف؟ انه الريكرنت نيورال نتورك الريكرنسي فيه بيمثل انا عندي عبارة عن ميموري، ضلك تتذكر البريفيوس اكتيفيشن تمام؟ يجي دخل معايا تمام، ودخلناه على على الفاليو الجديده تبعت اكس تمام. يبقى هنا انا عندي عند اتش تي عند الاكس تي اللي هي اكس 0 تمام، ايش طلع معايا؟ اتش 0 صح، عشان نطلع واي 0. بعديها الاتش 0 رجعت مره ثانيه دخلت على وين؟ على الاتش 1 اللي هي الـ H1، هي عبارة عن الـ X1 عشان أنا أطلع الـ Y1. ف
فبالتالي ال H1 بدها تأثر على ال H0 عفوا بدها تأثر على ال H1. الآن هذا الكلام إنه يعني ككلام نظري، تمام؟ خليني أحط لك السهم زي هيك، أوكي، أو خليني أمسحها لأن أنا كررت السهم هذا كتير، أو أرجع أرسمها هنا. الكلام هذا نظري على ورق، لكن إحنا كيف بدنا نعمله كنتورك؟ يعني أي نعم إنه أنا عندي الأوتبوت برجع تاني زي هيك، بس أنا بدي أبسطها أكتر زي هيك. فموضوع التبسيط إنه إحنا بنعمله unrolling، والمفهوم الـ unrolling إنه صارت زي الفيد فورورد in neural network، تمام؟ هذا أنا عملت unrolling لـ one step، يبقى أخذت الـ HT-1 XT عشان أطلع YT. فبالتالي الـ YT شو الـ input تبعها؟ هاي XT و HT-1 two input. طب هذا الكلام أنت فرطت لـ one step، one previous step، وعشان هيك حكى لك simple. طب أنا بدي ثلاثة steps، منفع؟ هاي H0 تمام، X1 X2 X3، وهنا أنت عندك السيكونس Y1 Y2 Y3. أنت تعال اطلع على الرسمة هذه، إحنا عندك XT YT هذه إنه as general، لكن إحنا بدنا نعملها لثلاثة ستيب مثلا، جدلا ثلاثة ستيب. فأنت عندك هنا X1 X2 X3 والأوتبوت Y1 Y2 Y3، تمام؟ أنا يبقى عندي ثلاثة أوتبوت وثلاثة إنبوت، لكن الأتش قديش؟ إنه ثلاثة زائد واحد، اللي هو لازم يكون في عندي البريفيوس ستيب زي هيك. ولاحظ إنه كل اتش بتأثر بالاتش اللي بعديها، تمام؟ تمام دكتور، وضحت هيك إن شاء الله. أوكي طيب، حقيت احنا ايش بدنا نحسب؟ ايش في عنا باراميترز؟ في عندي الويت فيكتور ال، وفي عندي اللوس فانكشن، عفوا عندي اللوس فانكشن ال، وعندي الويت فيكتور، وعندي الويت فيكتور في. فبالتالي انت بدك تعمل انه partial derivative او تستخدم chain rule عشان انه انت تشتق الامر هذا، او يعني تطلع انه انت تحسب الاوتبوت زي هيك بهذا الشكل. الان احنا بدنا نعمل الباك propagation، تمام؟ الباك propagation انه احنا كيف بدنا نعمل باك propagate للايرور سيجنال. مش حكينا في الفيد نيورال نتورك انه انت في عندك هنا forward pass وفي عندك backward pass، انه النتورك زي هيك انه اعمل انت بريزنت للانبوت، بتصير تحسب الاوتبوت تبع اللاير الاول، بعديها اللاير الثاني، الثالث، الرابع، لغايه اخر لاير. بنروح بنقارن الاوتبوت بالاوتبوت المطلوب، ساعتها قدرنا نحسب الايرور، ساعتها بقدر انا ابعت اللي هو الايرور سيجنال. هذا الكلام هيون الشيء. الان انت اعمل بريزنت لاكس واحد، تمام؟ مع الـ H0 بطبيعة الحال بتطلع Y1، تمام؟ وهنا نفس الشغلة، بتقدر تطلع بعديها X2 وX3. الآن T3 بدنا نبدأ من T3 آخر واحدة. يفترض أنه أنت عندك هنا في Y3 أنه يكون في عندك Output معين. الآن في عندك ايرور حسبته، فانت بتروح بترجع الايرور باك بروبوجيت هنا للهيدن ستيت، اللي بدورها بتقول انه اوكي في غلط، برضو الهيدن ستيت هذه لازم ترجعه، وهذه برضو بترجع الايرور هنا، وهذه بطبيعه الحال انه بترجع الايرور هنا، لغايه انه الويت ماتريكس اللي هنا الاخيره زي هيك، تمام؟ فبالتالي هاي الايرور سيجنال انه كيف بتم انه التعاطي معها بهذا الشكل. اوكي بقينا the red arrows illustrate the flow of back propagation error. الخطوط الحمراء هذه
هذا ايرور هذا ايرور هذا ايرور هذا ايرور هذا ايرور تمام. فلاحظ انه اتجاهات الايرور هيو كيف انت عندك على النتورك. طيب حقيقة الالجوريثم هذا شو بنسميه في التريننج اللي هو الباك بروبوجيشن ثرو تايم. ليش انضافت له كلمه ثرو تايم؟ لانه مطبقينه على الريكرنت نيورال نتورك وفي تيمبورال اسبيكت. والالجوريثم هذا يعني انه اول مره ظهر في ال 70 وتم التعديل عليه في 86 واخر يعني تعديل عليه بما يتناسب مع الريكرنت نيورال نتورك في سنة 90. تمام. الآن بدنا نعمل الـ Unrolled Network as a Computation Graph وهي ظاهرة في شكل 9.5 هيو 9.5 اللي هو هيو تمام. Okay, however, with modern computational framework adequate and adequate computer resources, إنه إحنا نعمل enrolling لل recurrent neural network into a deep feed-forward computational graph is quite practical for word-by-word approach. Okay. معنى هذا الكلام انه احنا نفرط الريكرنت نيورال نتورك ونخليها زي الفيد فورورد نيورال نتورك. هذا انه عباره عن براكتيكال ابروتش بيسهل عليك انه انت يعني تعمل امبلمنت لهذه النتورك وتستخدمها في التطبيقات. شو التطبيقات هي مذكوره هنا؟ انه فور ابلكيشن انفولف ماتش لونجر سيكونس ساتش اس speech recognition and character by character sentence processing or streaming of continuous input and running entire network may not feasible. تمام؟ يعني بمعنى آخر انه انت تعمل unrolling للword by word application it's okay fine هذه الشغلة practical. بينما لما يكون انت عندك السيكونس اطول زي ايش؟ زي السبيش، زي انه انت تشتغل كاركتر باي كاركتر مش وورد باي وورد. عندنا حنشوف ان شاء الله بعض التطبيقات انه احنا ممكن نشتغل عليها على الوورد ليفل، وفي بعض التطبيقات التانية انه بدنا نشتغل على الكاركتر ليفل تمام. او انه يكون في عندك ستريم كونتينوس انبوت، الانرولينج للانتاير انبوت may not be feasible. تمام. In these cases we unroll input into a manageable fixed length and treat each segment as distinct training item. إذا حد فاهم حاجة يقول لي إنه أنا فاهم. طب إذا حدا مش فاهم يقول إنه أنا مش فاهم. هو دكتور أنا اللي فهمته من آخر فقرة إنه الريكورنت نيورال نتورك اللي أنا أتعامل مع يعني الإنبوت السابق هي حتكون يعني ملائمة على الصعيد مثلا أنت اللي هو على مستوى الورد مثلا أنت تجيب الورد اللي قابلها واللي قابلها. وينطبق نفس الكلام على الكاركتر يعني الاسم اللي فيه سيكونس مثلا مجموعة حروف ورا بعض فانت حتعرف علاقة الحرف هذا او بديش تأثيره على الحرف اللي بعدين. لا مش هذا المطلوب، انا بحكي في يعني في جزئية الانرولينج. يعني انا عندي هنا في جزئية الانرولينج
تمام. يعني خلينا يعني اقرب لكم التسلسل. التسلسل انه احنا شرحنا الريكرنت نيورال نتورك وحكينا ايش مفهوم الريكرنسي، انه انت عندك انه الاوتبوت ترجع بتدخله مره ثانيه في الانبوت، فبالتالي بصير اكتيفيشن جديد بحسب اوتبوت جديد، وهي الريكرنسي. تمام. طبعا هذا الكلام رحنا بسطناه انه احنا عملنا ان رولينج للشبكه، فرطناها، يعني صارت انه زي الفيد فورورد نيورال نتورك، فيش ريكرنسي. ايش معناها فيد فورورد؟ انه كل نيورون هاي الفيد فورورد نيورال نتورك. ايش معناته؟ انه انت تخيل انت عندك هاي تو نيورون، شبكه مبسطه من تو نيورون، تمام، والطبقه اللي وراها هي ثلاثه، والطبقه اللي وراها هي ثلاثه. شو معنات انه فيد فورورد؟ انه هذه هي متصله هنا وهنا وهنا، تمام، وهذه نفس الكيفيه فيد فورورد. ايش معنات فيد فورورد؟ اعمل فيد من الاوتبوت تبع هذا النيورون فورورد، يعني على النيورون اللي على اللايرز، على اللاير اللي بعده. وهذا برضه نفس الكيفيه، هي موصل هنا وهنا في اللاير اللي بعده، فيد فورورد زي هيك. وهذا نفس الكيفية، وهذا نفس الكيفية زي هيك، تمام. اوكي، بس رجاء انه اللي بحكي يعني بيفتح المايك انه بعد ما يخلص انه يرجع يسكره ثاني. اوكي، الان في الفيد فورورد هذه انه احنا ما حكينا انه والله هذا الاوتبوت مولنا نرجع ندخله هنا، تمام، ما حكينا هاي الشغله، او ما حكينا انه الاوتبوت هذا بس يطلع بدنا ندخله نرجع هنا، هيك ببطل فيد فورورد. فهاي مفهوم انه الفيد فورورد برضو هذا الكلام انه لا. اوكي، فعشان هيك انا بدي امسح لك اياه. فهي فيد فورورد ان يور نتورك. اما الريكرنت، اما الار ان ام، ايش بيكون فيها؟ انه انت عندك هاي نيورون، تمام، از انبوت، تمام، وهي انت عندك في نيورون بعدي. طبعا انا بحكي لك على نيورونز، انت عندك هنا هذا الانبوت اي، وهذا الهيدن لاير، وهذا الاوتبوت. ايش عملنا؟ هذه انا عامل لك اياها بشكل افقي، هو عامل لك اياها هنا بشكل راسي. هاي الانبوت، تمام، دخلنا على الاتش، طبعا هنا في عندي دبليو، والاتش هذا رحنا دخلناه على الاوتبوت، هنا حكينا انه الاكس وهنا الاوتبوت واي. اوكي، وهنا الاوتبوت احنا حكينا انه هو اعتقد في زي هيك، دبليو وفي. الآن مفهوم الريكرنسي إنه إحنا أخذنا الأوتبوت من الأتش، بدل ما إحنا بنوديه على واي بس، بدنا ناخد منه نسخة ونرجع وين ندخله؟ برضو في الأتش بالضبط. هذا مفهوم الريكرنسي اللي بعمل بريزيرف للأوتبوت. أوكي، فهذه الكونكشن، تمام، ممكن انه احنا نحولها لفيد فورورد نيورال نتورك، انه احنا نفرض نعمل انرول للشبكه، نحولها لفيد فورورد، انه هذه الار ان ام نحولها لفيد فورورد من خلال انه احنا نفرض الشبكه. كيف نفرض الشبكه؟ هيو زي هيك، هذه انا عامل لك اياها بشكل راسي، تمام. يبقى هنا هذا الكلام بدي احول لك اياه لفيد فورورد RNN. بدي احط، انا قاصد انه انا احط RNN، انه كيف انه انت في عندك هنا 2 input، او خليني ازيح حالش هيك شوية، في عندك 2 input اللي هو ال X، وهنا ال H minus 1 اللي هو ال previous input، تمام. هدول وين بدخلوا؟ انت عندك في الاتش، والاتش بيطلع لك الواي زي هيك ببساطة. يبقى هذا عندك هنا الدبليو،
وهذا انه يو، خلينا هذا برضو نعمله انه هو اليو مش البي. اوكي، هاي عمل بشكل اخري، هاي معنات انه انت تعمل انرول للنتورك. ايش يعني تفرطها؟ انه بدل ما هي كانت انه نيورون واحد وانه عملت ريكرنت كونكشن، لا رحت جبت الاتش البريفيوس اتش اللي هي الاتش ماينس واحد، تمام، الاتش تي ماينس واحد، تمام، هذه تي ماينس واحد بالمناسبة، اوكي، انه دخلتها كانبوت تاني، فبالتالي هذه صارت فيد فورورد ولا لا؟ صارت فيد فورورد. الان نرجع للبوينت تبعتنا اللي هي بتحكي عن الانرولينج. هلقيت الانرولينج انه احنا نستخدمه في يعني في الامبلمنتيشن، وعشان نحسب يعني انه عشان نحسب يعني في الكمبيوتيشنال فريم ورك، انه لما بدي اجي اعمل له امبلمنت في لايبراري، بقول لك انت لما تستخدمه في تطبيقات وورد باي وورد على الوورد ليفل، فبالتالي انه انت تحولها لديب فيد فورورد كمبيوتيشنال جراف از كوايت براكتيكال، عملي جدا، بالعكس يعني شغله كتير ممتازه وبتسهل عليك كتير. يبقى الانرولينج انه انت تفرطها وتحول الار ان ان لفيد فورورد كمبيوتيشنال جراف بتكون عملي جدا، عملي جدا يعني عملي بشكل كبير اذا انت كنت بتشتغل على وورد باي رو باي وورد يعني ابلكيشن، تمام، او سنتنس ليفل بروسيسنج. هاي تطبيقين يعني sentence level or word level، بيكون الأسلوب هذا عملي. بينما إذا أنت بدك تشتغل على sequence أطول، أطول من الجمل وأطول من الكلمات، زي إيش مثلا؟ زي السبيش. السبيش طبيعة البيانات إنه أنت عندك عبارة عن phonemes، والphonemes إنه sequence تبعها طويل. sequence إنه السبيش as a sequence of phonemes طويل، ومصطلح الفونيمز هذا اوريدي احنا شرحناه، يعني هو عبارة عن المقاطع الصوتية للكلمة. او تطبيق تاني انه كاركتر باي كاركتر، كاركتر ليفل، تمام، او سنتنس بروسيسنج، بتكون السنتنس طويلة. هذا الكلام انه انت تعمل انرولينج للانتاير انبوت may not be feasible. شو معنات هذا الكلام؟ أنا بدي أشرح لك في رسمة، بس أنا بدي أدور برنامج أرسم لك فيه. أعتقد إنه البرنامج اللي موجود عندي هو النوت. الوان نوت رسم. اوكي، رسم كتاب منحى. اوكي، بدنا قلم اسود. اوكي، لأن أنا في عندي sequence of text. اللي هو إيش؟ hello، أو خلي كله small for simplicity. أوكي،
or whatever. Hello NLP. I love NLP. تمام. الآن ممكن نحن نشتغل word level. فبالتالي بروح باخذ الهالو لحال والاي لحال واللوف لحال والان ال بي لحال as input. لنفترض انه احنا بدنا نشتغل نيورال لانجويج موديل. فبالتالي في النيورال لانجويج موديل انه انا بدي يكون في عندي الانبوت عباره عن ثلاث كلمات والاوتبوت هو الكلمه الرابعه. تمام. فبالتالي هي انبوت 2 3 زي هيك. تمام. وهي انت عندك انه بقية النيورال نتورك زي هيك. وهي انت عندك هنا انه الاوتبوت. طبعا الاوتبوت واي 0 واي 1 لغاية الواي في الفوكابلري. تمام. يعني عندما بدك تدخل الكلمات هدول إنه as an input as a word level, فبالتالي هنا أنت بتكون عندك الهالو لحال وعندك الاي بتدخلها على نيورون لحال. طبعا هنا أنت مش هتدخلها ككلمة, أنت هتعملها encode as يعني إنه يعني هتعمل إنه زي ما أخذنا المحاضرة الماضية إنه أنت حتى هتحولها لindices. وهنا love. أوكي. الآن يفترض إنه الأكتيفيشن يطلع أنا عندي واحدة من الوايات اللي هي بتكون مقابلة للان ال بي زي هيك. بينما لو أنا بدي أشتغل كاركتر ليفل, فبالتالي إنه النيورال نتورك تبعتي إنه هتكون بهذا الشكل. فبالتالي نفترض انه هنا واي 7 هي اللي طلعت انه ان ال بي. لو بدي اشتغل كاركتر ليفل هدخل هذه لحال اتش, عفوا اتش لحال مش والإي لحال والأل لحال وهي كمان أل. تمام. لغاية إنه أنا بدي أطلع إنه هاي مثلا واي زيرو واي واحد إلى آخره. بدي أطلع مثلا إنه طلعت أنا عندي واي 13 إنه هي عبارة عن الأو. فبالتالي السيكونس هذا صار أطول. فبالتالي أنا بتعامل هنا كاركتر ليفل. تمام. فهي المقصود انه بالكاركتر ليفل. الان في الكاركتر ليفل لو بدك تفرط للنيورال نتورك حتصير كبيره كتير وحتصير انه مش براكتيكال. هي المقصود في الامر هذا كله. فعشان هيك ايش بدنا نسوي؟ بدنا نروح نثبت اللينث. تمام. ونتعامل مع كل سيجمنت انه هي از تريننج اكزامبل. يعني بمعنى انه في المثال اللي انا رسمته قبل شويه, مش انا دخلت انه انا عندي الانبوت الاتش والاي والال والال. تمام. الان بدل ما اكمل السيكونس زي هيك, هي يعني خليني انه انا بدي اعتبر انه السيكونس انا عندي ثلاثه. تمام. يبقى الاتش اي ال هذا از انبوت, بيطلع انا عندي الاوتبوت ال. طب كيف بدي ادخل السيكونس الثاني؟ لانه بكفيش هي, وانت اخذت ثلاثة بس, فبتروح بتعمل شيفت. فبصير اي ال ال بيطلع لي او. هي معنات انه تريننج اكزامبل جديد وهذا تريننج اكزامبل زيرو. تمام. فبالتالي انت بتروح بتثبت اللينث وبتروح انه كل سيكونس انت بتتعامل معاه انه اتش سيجمنت انه از ا ديستينكت تريننج ايتم. هاي المقصود بهذا الكلام. أتمنى أن
تكون انه من خلال هذا التفصيل انه الامور يعني صارت واضحه. في حدا عنده سؤال او مش واضحه الامور بالنسبه لإلهم انه متى بنعمل رولينج ان رولينج عفوا ومتى ما بيكون انه الان رولينج انه فيزابل او براكتيكال؟ احنا في الحالتين حنعمل ان رولينج، بس هنا لما يكون انه سيكونس لونج بنثبت اللينث وبنعمل ان رولينج، وكل انا عندي سيجمنت جديده بنروح نتعامل معها از ا ديستينكت تريننج ايتم. ايش يا شباب، واضحه الامور؟ يا شباب واضح يا دكتور، واضح، اشبه بفكره الويندو تقريبا. تمام. طيب الابلكيشن تو اوف ريكرنت نيورال نتورك، طبعا للشباب اللي اجوا متاخر احنا في عنا اساينمنت على الموديل. الاساينمنت انه انت بدك تعمل جنريت لنيوز باستخدام اللانجويج موديل. طبعا اللانجويج موديل بدك تستخدم النيورال لانجويج موديل اللي احنا شرحناه المحاضره الماضيه، وبدك تستخدم الريكرنت لانجويج موديل اللي هو الار ان ال ام اللي هيو بدنا نشرحه المحاضره هذه. طبعا هي الكوربوس اللي انت بدك تشتغل عليها تبعت الاخبار، وبدك تعمل ايفالويت باستخدام البي بي ال، وبدك تسلمني الشغل تبعك على شكل بايثون نوت بوك. تمام. فالان نيجي للابلكيشن للريكرنت نيورال نتورك. اول ابلكيشن احنا حناخد ابلكيشن عديده، زي ايش مثلا؟ هي بتستخدم في شغلات عديده زي اللانجويج موديل، سيكونس ليبلينج، زي البارت اوف سبيتش تاجينج. احد حيمر عليا التطبيق هذا، يعني حناخده بعد اللانجويج موديل. تمام. بالاضافه للسيكونس كلاسيفيكيشن زي السنتمنت اناليسيس برضو ممكن نطبق عليها الار ان ان، بالاضافه للتوبيك كلاسيفيكيشن. تمام. انه انا اصنف. نعم لو سمحت، بس الحين المحاضره اللي فاتت انت حكيت لنا ممكن تعطينا زي براكتيكال شويه براكتيكال قبل الاسايمنت. اوكي. بس انا يعني اطلعت على البروفايل تبعتكم في الهاكر رانك، لقيت انه انتم يعني ما شاء الله عليكم في البايثون، فبالتالي انه انتم بدكم يعني هيك شوي دفع في 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 تنسر فلو. بالضبط. ايوه، ما احنا بدنا يعني نوعا ما احنا ما تعاملناش قبل هيك مع مع الماشين ليرنينج تاسكس يعني الا بشكل بسيط جدا، عشان هيك انه يعني في عندنا يعني لو في مثلا ريسورسز معينه بتساعدنا انه مثلا مش مشكله حتى لو كانت سيلف ستدي، المهم يعني في زي جايد لاين انه نقدر نمشي عليه عشان نقدر احنا نقدر يعني نطور مهاراتنا في هذا الجانب. يعني مشكلتنا مش برمجه اكثر ما هي يعني في 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 الفريم ورك اللي حنشتغل عليه. تمام. طيب ممكن اعملكم المحاضره الجايه. اوكي، خليها المحاضره الجايه. فبالتالي انه هخلي لك الاسايمنت هذا انه يعني بعد 2 weeks. فبالتالي مش 4 نوفمبر، 4 بدنا نضيف عليهم يعني هاي ل 10 نوفمبر. اوكي. بكون انا ان شاء الله عملت لكم جلسه على تنسر فلو. مش عارف يعني بدكم انه انتم تحضروا الجلسه هذه ولا اعملكم اياها مسجله؟ يعني خليها بدايه المحاضره الجايه. ما فيش اي مشاكل، حتى لو كانت مسجله برضو بكون كويس، المهم يعني ناخذ فكره عن الموضوع. اوكي. طب بحاول جهدي انه نعملها انه مسجله، انه اسجلكم اياها قبل المحاضره وانه انتم تحضروها لحالكم، لكن لو ما تمكنتش بسبب ضيق الوقت بالنسبه لإلي راح تكون اول المحاضره الجايه، انه راح ناخذ هيك بشكل سريع انه انت كيف تتعامل مع تنسر فلو وكل الامور هذه يعني. اوكي. طيب
بالإضافة لذلك، بالإضافة للتاسك هدول اللي هو language model والsequence labeling اللي هو زي part of speech tagging أو named entity recognition، بالإضافة للsequence classification والsentiment analysis والtopic classification، في عنا مواضيع تانية هناخدها إن شاء الله في الأبواب القادمة اللي هو 10 و 11 اللي هي sequence to sequence approach لل summarization والmachine translation والquestion answering. okay. أعتقد إنه حيسبب لي مشكلة الآن، فمعلش خليني أسكره أرجع. طيب نيجي للريكورنت نيورال لانجويج موديل اللي هو موضوع الاساينمنت تبعكم. اجيت في البروبابيليستيك لانجويج موديل ممكن تستخدم انجرام موديل وفيد فورورد نيورال نتورك مع سلايدنج ويندو عشان انت تعمل بريدكت للنيكست وورد، وهذا كلام شفناه يعني هي ورجع رسم لك اياه اول المحاضره، انه انت على يعني انه انت بتعمل انه هاي ويندو عندك تمام، وبتستخدم نيورال نتورك عشان تعمل بريدكت للنيكست وورد. اوكي الان احنا ايش بدنا نسوي؟ بدنا نستخدم نفس الاسلوب، بس بدل انه النيورال نتورك العاديه هذه تمام اللي هي مكونه من طبقه الامبيدنج وهيدن لاير واوتبوت، ايش بدنا نستبدل هذا الكلام؟ بدنا نستبدل الكلام هذا ب recurrent neural network. تمام، فبالتالي الهدف انه انا بدي احسب ال probability of wn given انه wn minus 1 اللي هي الكلمه اللي قبلها. طيب هذا الكلام انه generation with a neural language model. generation انه انت كيف تعمل generate للnext word، انه كيف تعمل predict للnext word. فبالتالي انه هذا باختصار هو عبارة عن انه يعني عبارة عن prediction للnext word. طبعا هنا to begin sample a word sample the first word of the in the output from the softmax distribution تمام باستخدام الاس. طبعا انت بترتب الجمل انت عندك بتحط لها تاج تمام، يبقى بتحط انت عندك اس زي هيك وبتحط الجمله تبعتك وبتروح بتسكرها بتاج زي هيك، طبعا عشان الموديل يعرف انه بهذه بدايه الجمله وهذه نهايه الجمله. اوكي بس لا أكثر ولا أقل. أوكي فبالتالي إنه أنت بتروح بتعمل فيد للأس تمام، بروح بعمل لك بريدكت لكلمة. الآن أنت ممكن تدخل الإمبيدنج في الموضوع، والآن أنت بتروح يعني بتعمل لوب لغاية لما أنت تصل لنهاية الجملة. إيش معنى هذا الكلام؟ معنات هذا الكلام انه زي هيك انه حاجتنا بتعمل بروفايد للاس as a input بتمررها للريكورنت نيورال نتورك، فبالتالي الاس انه راح عمل بريدكت لاول كلمه هلو بهذا الشكل تمام. الان انه انت عملت بروفايد للاس عشان تجيب الهلو. اوكي يعني بتستخدم الهالو عشان تعمل بريدكت للكلمه اللي وراها، هاي الستيب اللي وراها زي هيك تمام. هالو ماي نيم
اوكي انا عملتها كلمتين انه هي ستيب تو ستيبس يعني زي هيك، بس هي بجيب الماي والماي بستخدمها عشان اجيب النيم تمام. ف بدي اعمل لك اياها زي هيك وبدي احط لك هنا نقاط لغايه لما تصل في النهايه لا انه هلو ماي، طبعا البيجينينج هلو ماي نيم از احمد، وهي نهاية السنتنس. فبالتالي أنت بدك تستمر في الفور لوب تبعتك، هذا فعليا عبارة عن فور لوب، إنه بيبدأ إنه أنت بتعمل فيد للأس لغاية لما تصل إنه الكلمة اللي أو الأوتبوت اللي عمل له بريدكت اللي هو عبارة عن نهاية الكلمة، ساعتها بتتوقف عن الجينريشن تمام. يعني ال أمر بشكل مبسط هذا بيسموه شانون أو أوتوريجريف جينريشن. إيش معنات أوتوريجريف جينريشن؟ إنه أنت بتعمل جينريشن لأوتبوت، والأوتبوت هذا برضو بتروح بتدخله في الويندو تبعتك عشان تعمل جينريشن الأوتبوت اللي بعده، وهكذا 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 لغاية لما تصل لنهاية الجملة اللي هو الإند أوف سنتنس ماركر تمام. وضحت الفكرة، وهذا اللي أنت حتعمله في الاساينمنت. انت حتعمل فعليا لوب بتدخل له انه الانبوت بيعمل لك جنريشن للجمله لكلمه عفوا، بتاخذها بتعمل جنريشن اللي وراها وهكذا لغايه لما انه تصل لانه الكلمه اللي بعملها جنريشن تكون هي عباره عن الاند اوف سنتنس ماركر، فانت بتعمل ستوب تمام. طيب كيف نعمل evaluation؟ نعمل evaluation من خلال major اسمه perplexity. ايش هو مفهوم perplexity؟ لا sequence of words، لاحظ انه W capital معنى ذلك انه W capital هي عبارة عن word 1 word 2 word 3 لغاية word N، هي عبارة عن حاصل ضرب من الواحد لغاية الان واحد على البروبابيليتي تبعت كل كلمة given that انه الكلمة اللي قبلها. طبعا هذا كلام بتحطه تحت الجذر، هذا هو عبارة عن مفهوم البربليكسيتي تمام. فبالتالي هيك انت بتعمل assessment للgenerated sentence انه هل هي كويسة ولا لا. الآن البربليكسيتي هذا كل ما كانت القيمة تبعتها أقل كل ما كان الموديل تبعك أحسن. لاحظ أنه محتاج أنه تعمل ترينينج بالمناسبة أوكي، وهذا هو المطلوب منك. تمام يا شباب، واضح؟ واضح المطلوب منك في الاساينمنت. دكتور مطلوب هو واضح، بس الممارسه هي لسه جالسين قبل، عشان هيك يمكن مش عارف. أنا كان الصوت بيقطع فبالتالي أنا ما سمعت إنه شو كنت تقول. كنت بحكي إنه كمطلوب أو كثيوري الأمر واضح تمام، بس لكن كممارسة إنه إحنا يعني جربنا قبل هيك أو عنا فكرة كيف بتنبني النتوركس كذا، يعني في منا مش ماخدين ماشين ليرنينج، فعشان هيك الأمر لسه يعتبر ضبابي بالنسبة لنا في من ناحية كودينج مش من ناحية ثيوري. أوكي طيب، الجلسة الجاية إن شاء الله يعني توضح الصورة عندكم أكثر. الآن الداتا بدها تنقسم لترين وتست تمام. فبالتالي إنه أنت بتروح تعمل جينريشن لأوتبوت وبتعمل كومبير للبربليكسيتي تبعت الاوتبوت لا
بالنسبة للتست. تمام؟ يعني أنت هنا هيطلع معاك generated text بدي أسميه G باستخدام ال BBL، وكأنه أنت بتقارن ال G مع التست، ال generated text مع التست. والله إذا ال BBL طلعت منخفضة معنى ذلك أنه الموديل تبعك كتير كويس، إذا طلعت عالية معنى ذلك أنه الموديل تبعك بعمل generation لكلمات عشوائية، مش أنه زي ما هو تعلم في التريننج كوربس، أو مش زي اللانجويج موديل اللي هو بتعلمه. فهي الفكرة تبعت الموضوع. طيب خلينا نتوقف لغاية هنا، والمحاضرة الجاية إن شاء الله بنبدأ بالسيكونس ليبلينج، بتكون الأمور مديش أنا أتقل عليكم أكثر من هيك في كمية الثيوري اللي أعطيكم إياها. خلينا نأخذ يعني جزء عملي، تطبيق عملي، وبعديها إنه ممكن نشوف كيف نستخدم الـ RNN للتاجينج والكلاسيفيكيشن وكل الأمور هذه كلها. في أي حد عنده سؤال؟ قبل ما ننهي المحاضرة؟ بس دكتور زي ما قال عبد الله، بس بدنا التطبيق العملي، بس إشي يعني مثال نشوفه كيف شغال عشان نبدأ نبني عليه يعني. بس أنا زي ما حكيت لكم إنه يعني أنا بدي أحاول أوجد لكم فسحة من الوقت الأسبوع القادم، إنه يعني حتى ممكن إنه يعني أسجلها لايف وأبعث اللينك على المجموعة، اللي بده حتى اللي بده يحضر يحضر يعني، واللي بتمكنش بيحضر إنه هيها مسجلة. تمام؟ ما تمكنتش خلال الأسبوع يعني خلص في موعد المحاضرة أول جزء رح يكون، أو أول ساعة أو أول يعني 40 دقيقة، إنه بتتكون إنه تطبيق عملي على هذا الأمر، وتتكون محضر حالك لهذا الشيء إن شاء الله. تمام، الله يعطيك العافية دكتور. تمام، يعطيكم العافية شباب. أعلي صوتك، الصوت منخفض. المحاضرة الماضية مش نازل تسجيلها على الموديل. المحاضرة الماضية مش نازل التسجيل تبعها. أوكي، منيح اللي ذكرتني. خلاص بنزل التسجيل تبع المحاضرة هذه. لا، نزل. كيف مش نازل؟ افتح، مش نازل. انت قصدك على الموديل؟ على اليورو الموديل لا مش نازل هادي. اوكي خلاص ماشي، حاضر، بحط لك اللينك تبعها بالاضافة لمحاضرة اليوم ان شاء الله. ماشي الحال، يعطيكم العافية شباب، ونراكم المحاضرة القادمة ان شاء الله.